باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. اليوم عيد الصليب، 14 أيلول، وهالعيد هو عيد صليب لبنان، أضيف على صلبان لبنان الكتيرة. هالمرة صليب لبنان الكبير اللي بلش بأربعة آب، وعم نقول عنه دايما من زمن آلام وصليب لبنان، طلع من على مرفق بيروت مدينة الشرائع، وتسبب فيه إهمال القانون والشرع وإهمال العدالة. الأشرفية مش أول مرة بتحمل صليب، وإن شاء الله هالمرة الصليب اللي طلع عن ساحلها عن مرفق بيروت يكون منارة لكل الناس، لكل البواخر، يعني بواخر البشر، شخاتير البشر، قلوب البشر، منارة تحت تالي يوقفوا قدام المصلوب ويعيدوا حساباتهم ويرجعوا يتوبوا توبة الرجال والنساء الصالحين والصالحات. أقرأ إنجيل اليوم عيد الصليب من يوحنا 12:20-32. قال يوحنا الرسول: كان بين الصاعدين ليسجدوا في العيد بعض اليونانيين، فدنا هؤلاء من فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فجاء فيلبس وقال لأندراوس، وجاء أندراوس وفيلبس وقال ليسوع. فأجابهما يسوع قائلا: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تمت في الأرض تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك يكون خادمي. من يخدمني يكرمه الآب. نفسي الآن مضطربة، فماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء يقول: قد مجدت وسأمجد. وسمع الجمع الحاضر فقالوا: إنه رعد. وقال آخرون: إن ملاكا خطبه. أجاب يسوع وقال: ما كان هذا الصوت من أجلي، بل من أجلكم. هي الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرد سلطان هذا العالم خارجا، وأنا إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. حقا والأمان لجميعنا. اختلفت الآراء لاهوتيا وأدبيا وشعريا وفلسفيا قدام مرأة المسيح على الصليب. منهم سخروا منه وقالوا لو بيقدر وكان عنده القدرة كان بخلص حاله، هو اللي قال بده يخلص العالم كله. وناس قالوا موته موت ذل، لأنه صلب على الخشبة وهي يصلب عليها المجرمين الكبار والمخالفين الكبار يلي يزلوا إلى أقصى درجات الذل حتى يكونوا عليهم الآخرين. ومنهم من قال أنه كان ملكا على الصليب والصليب عرشه، لأنه من على الصليب غفر لقاتليه، والغافر هو أقوى من القاتل، والذي يضع يده بيد الله أقوى من كل البشر. فكيف إذا كان الابن وعم بيقول يا أبتاه بين يديك استودع روحي؟ بمسيحيتنا أخوتي ما في زغل، يا أما كلنا مع المسيح وللمسيح، يا أما نحن مش معه. ومن هون يسوع بهالإنجيل بوضح قديش مهمة أنه الإنسان يكون ملتصق فيه، حيث أكون أنا يكون خادمي، ومن يخدمني يكرمه الآب. نفسي مضطربة، فماذا أقول؟ نجني من هذه الساعة. مع يسوع ما في خلل، منقول معه نجني من هذه الساعة، ساعة التوبة. يا رب نحن واقفين قدام صليبك، صليبك هو ميزان العدل، ونحن عم ندين زيتنا. كل واحد بلبنان، من يلي متسبب بأكبر جرائم إلى اللي مأكول حقه إلى أقصى الدرجات، كيف بده يتوب الناس؟ إنه المسيح يقول أنا تايب يا رب قدام ميزان عدالتك، وإذا أنا خدمتك وتبت
أنا بكون ربحان الحياة الأبدية. هيدا هو صوت الله اللي عم بيقول مثل الرعد، توبوا توبوا قدام الصليب. إذا رب الكون غفر لقاتليه، منغفر لقاتلينا، ولكن دينتهم خطيرة. إذا ما هن تابوا وردوا للشعب حقه وردوا للوطن حقه، دينونة العالم أتت من وقت اللي يسوع كان على الصليب وغفر لقاتليه، ولكن بيو بده يحفظ له حقه، كلمته بدها تحفظ له حقه. اللي ما بيتوب بقول يا رب نحن أخطأنا تجاهك، ساعدنا تنصحح دينونته. قاتل لو غفر له المسيح، لو غفر له المسيح، كلمة المسيح هي بدها تضل قدامه متراس للحق والعدل. نعم، هو تبعيتكم عيد الصليب، عيد الحق، عيد القيامة، ولكن دايما بدنا نرجع لزيتنا. نحن بدنا نحمل صليبنا، نحن بدنا نتبع المسيح، ونحن بدنا نغفر. والله معكم.